احنا نشوف كده برضو تقرير الشباب مع بعض، وبنتكلم طبعا في موضوع العقيدة والإيمان، ونشوف التقرير اللي هيقدمه لنا هيقولوا لنا فيه ايه. نعم. تعب بتقرا؟ ايه يا ابني؟ ده كتاب ايه ده؟ ده كتاب جديد كده عن الالحاد والشبهات حوالين الاديان وحاجات كده. يا عم الكلام الكبير ده، وتقرا لي الكتاب ده؟ يا عم ثقافه، يعني الواحد برضه لازم متثقف، تفهم وجهه النظر الثانيه دي. الواحد الناس بتفكر في ايه، تبقى عارف، عندك علم عن كل حاجه حواليك في الدنيا، يعني انت فاهم برضه. لا لا، كلام كبير ومتكلف. شكلك كده قريت وتعمقت كمان في القرايه. بس الصراحه كده في حاجات كده في الكتاب دي مش عارف علقت معايا، او مثلا حاجات اجاباتها كده مفتوحه، مش عارف، حاجات غريبه، حاسس بحاجات غريبه الصراحه. غريبه ازاي يا ابني انت يا ابني؟ عشان كده قلت لك ما تقراش الحاجات دي. في ايه يا عم؟ يا عم هو ايه اللي ما اقراش؟ وانا بقول لك ان انا صدقت الكتاب، بقول لك بس حاجات ايه يعني اجابتها مفتوحه كده، مش وصل لحل معاها، بس اكيد ما صدقتش يعني. حاجات زي ايه بقى؟ مش عارف، يعني مثلا في كان جمله كده بيقولوا ان هو ازاي ربنا موجود في كل الوقت، في اي حته، في كل مكان، في نفس، يعني ربنا موجود في اي حته دلوقتي، ربنا هنا وربنا في اي بلد تانية. وبرده ان الصور في القران بتبدا بحروف غريبه زي الف لام ميم مثلا، ايه دي؟ ما اعرفش. الله الله الله، لا ده انت عديت بقى المرحله دي. لا يا حبيبي اقفل الكتاب ده كده، معلش اقفله. بس بص يا عم سيف، لا انا ولا انت عندنا من العلم والمعرفه ان احنا نقدر نقرا كتاب زي ده ونرد على الشبهات اللي فيه، صح؟ ماشي، بس برضه ما انت عندك مخ تفكر بيه، يعني تقرا وتفكر. هو انت العقل ده ايه لازمته يعني؟ يا عم ما قلناش حاجه. ماشي يا سيف، انت ما تقوليش مخ، ما احنا المخ موجود وكل حاجه، بس زي ما انت مامور تشغل عقلك، برضه ربنا امرك ان انت تتعلم وتفهم وتسال. مش ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون؟ وبعدين يا عم الحاجات اللي انت بتقولها دي اساسا العلماء زي ما بيقولوا كده قتلوها بحثا، يعني كل الحاجات دي في ردود عليها في اكتر من كتاب واكتر من فيديو واكتر من حاجات، بس احنا اللي نسال ونشوف ونتعلم. خلي بالك دي حاجات في العقيده، يعني حاجات مهمه جدا. فعلا والله. لا عندك حق كمان في حته العقيده دي، الواحد لازم يفهم العقيده كويس قوي ويقرا عنها. ويعني انا برضو كنت فكر ان انا اقرا الجزء الثاني عشان ما اقرا العقيده ابقى فاهم، بس كنت برضو زي ما قلت ايه، اقرا الاول واستفسر وابقى فاهم، لان العقيده الواحد لازم يقرا فيها ويفهمها وكمان يعلمها بقى، يعني دي بقى مهمه للناس هم يعلموها لاولادهم ويفهموها لهم كويس جدا، عشان حتى لما تقرا كتاب زي ده تعرف تفهم اللي فيه وترد عليه وتبقى مطمن، مش اي كلمه تاثر فيك. وكمان خلي بالك موضوع العقيده ده مهم جدا، عشان حتى لما تعبد ربنا تعبد ربنا عن فهم وعلم، فتبقى بتعبد بحب وباقتناع، صح؟ اهم حاجه الاقتناع، صح ولا ايه؟ صح، عندك حق فعلا. بس فبصراحه احنا كده ايه ده، العصر بيأذن اهو، تعالى نقوم نصلي وفي نفس الوقت نسال الشيخ في المسجد، وهو اكيد ان شاء الله هيجاوبنا، حتى عشان ايه قلبك يطمئن كده. يا عم صلي انت في المسجد، انا هبقى اصلي لما اطلع. انا تصلي ايه لما تطلع يا سيف؟ في ايه يا عم انت مش مظبوط ليه يا ابني؟ احنا مش كنا بنصلي في المسجد والدنيا في ايه يا سيف؟ يا عم في ايه؟ هو انا بقول لك ان انا مش صلي خلاص؟ انت يا ابني متقمص دور الشيخ ناضي، بقول لك اصلي لما اطلع خلاص يا عم. لا شيخ ولا حاجه، بس انت مش عاجبني كده يعني، عمال تسال اسئله غريبه وبعدين تقول لي مش هصلي في المسجد، هبقى اصلي لما اطلع. يا ابني الصلاه دي من عقيدتك يعني، حاجه برضه لازم تصلي الصلاه على وقتها. ايوه يا عم انا اصلي لما اطلع، اصلي وهبقى اشوف على النت. انا مش قلت في فيديوهات على النت وحاجات للشيوخ، مش هنروح للشيخ في الجامع يا عم؟ الجامع بعيد يا عم، اطلع مش كل حاجه. المهم انت خلي بالك من موضوع العقيده ده، عشان موضوع العقيده ده شيء مهم. انا هقوم اصلي بقى. يلا سلام. بنشكر طبعا الشباب سيف عيسى ومهند السادات، وهم عملوا لنا المشهد التمثيلي ده. الموقف اللي هم عملوه ده بيحصل وبيتكرر في جامعه، في مدرسه، للاسف بقى في سن صغير بيتكلموا في كلام زي ده. ما احبش اقول كلمه يعني، كنت بتكلم انا والشيخ اشرف وبنقول هي مش كتيره طبعا، مش عايزين نحس ان هي فعلا حاجه كتيره، بس هي للاسف الافكار دي يعني الشباب بقى كده يقعدوا يتكلموا فيها كانها حاجه لذيذه بقى وريوشه ان هم يقعدوا يقولوا كلام زي ده. طبعا ده مدخل من مداخل الشيطان، والشيطان مش هيسيبنا ومش سايبنا. صحيح. ولما بيلاقي عندنا ضعف، او زي ما مهند كان بيقول ان احنا ما نعرفش العقيده، ما احنا ما عندناش اساس، هنرد ازاي ولا هنقول ايه؟ فهم عملوا لنا المشهد ده اللي بيتكرر في اماكن كتير، في كافيه، في جامعه، في قاعده مع اصحاب. والمفروض بقى انه نرد عليهم او نقول لهم نعمل ايه، او لو حد اتحط في موقف او كلام زي كده يرد يقول ايه، نفكر ازاي، نظبط ازاي نفسنا.
هو طبعا لا شك ان كل انسان عنده تساؤلات وعنده استفسارات وعقله بيشتغل وعاوز يعرف دي جت منين ودي برهانها ايه ودليلها ايه وما خدش كل حاجه كده الا بدليل. طب ما ده كلام جميل جدا جدا. ما هو الاسلام بنانا وبنى المنهج اللي احنا ماشيين عليه على ان كل حاجه لها دليل. كل حاجه لها دليل، لا كلام الا ببينه او لا خبر الا بدليله. فلا بد ان انا يكون عندي هذا الاستدلال. لكن الاشكاليه فين؟ هل يا ترى لما يكون عندي استفسار اقعد مع روحي عشان اجاوب عليه اجابات خاطئه، ولا اظل ادور في حلقه مفرغه، ولا اظل اعيش في اوهام؟ هل يا ترى اذهب بهذه الاستفسارات مع من هم في مستواي من زملائي ومن اقراني، فيبقى كله بيلخبط كله وكله بيشكك كله وكله مش عارف يجاوب على اي سؤال من الاسئله، فنعيش في دوامه من الاوهام؟ ولا المفروض ان انا انتقل بهذه الاسئله والاستفسارات الى من عنده علم ويقين وخبره والى اخره ويقنعني، ويبقى عندي الادله وقائم وبنيت ديني وايماني وعقيدتي ومعرفتي على اساس متين من الحجج والبراهين، وهذا هو المطلوب. طبعا لان احنا علمنا ما نقدرش محدود. احنا محدود. ما نقدرش احنا نجاوب. احنا بالظبط مش متخصصين، مش تخصصنا. هي دي الاشكاليه. يعني الواحد هو عيان بطني بتوجعني هروح لدكتور بطن، اسناني بتوجعني هروح لدكتور اسنان. صحيح. واحسن حد اعرفه كمان. متخصصه. لكن ما ينفعش مثلا بطني بتوجعني اسال مدرسه مثلا يعني مثلا. صحيح. لكن كله يعني كل حد عنده التخصص بتاعه، فما ينفعش احنا اصحاب كده قاعدين مع بعض نقعد ايه نفتي في العقيده. طيب فانا مثلا عندي تشككات واروح لشيخ متخصص بالزبط. وعالم وموثوق في كلامه. صحيح. واحكي واتكلم معي. مش عيب طبعا، مش عيب ان انا اسال طبعا، ومش عيب ان يبقى عندي استفسارات، انما العيب ان انا اهرب من الاستفسارات. والعيب ان انا اروح اجاوب عليها من غير المتخصصين. هو ده العيب وده الخطأ طبعا اللي بيقعوا فيه الشباب. بيقع في خطأ ان البعض ممكن يهرب من الاستفسارات وتبقى الشبهة في قلبه. البعض الاخر يروح يسأل عنها لكن لغير المتخصص، فيقع في لغبطة اكتر. او يتكلم مع اقرانه ويعملها بقى محفل ونقعد نتناقش وقعدة ودردشة ومش عارف ايه، فاذا بالشبهة تتسع في الرأس طبعا. واذا بالشكوك الشيطان بقى. يا فرحة الشيطان. صحيح. الشكوك تزداد وعلامات الاستفهام تكبر وتتعدد، اخرج في النهايه من ريبه الى ريبه ومن شك الى شك طبعا. وادخل واخرج من دائره اليقين التقليدي اللي انا كنت فيه الاول الى الشك والاوهام والريب واللول. فاذا المساله محتاجه ان انا اصحح المسار. اول حاجه تاني بقولها هو مش عيب ان انا اسال. اسال زي ما انت عايز، استفسر كل ما عنا الى في راسك او تطرق اليه فكرك، كله موجود، كله له أدلة، ردود. له إجابات، لكن لا يعرفها إلا المتخصصون. رح اسأل يا أخي الحبيب، اسأل الشيخ، اسأل وقول له هو الأدلة دي جبتوها منين؟ وليه أنا أقتنع بالفكرة دي؟ وإيه دليلها على كده؟ وكل ده هتلاقي نفسك لما تأتيك الإجابة مطمئن تماما. في مشكلة أنه ساعات الإعجاب بالعقل، يعني الواحد يكون فتنة. معجب بعقله. طبعا دي أكبر فتنة، ربنا يعافينا فعلا من الإعجاب بالعقل ده. بيخلي الواحد يشت زي ما بيقولوا. الغرور يعني. الغرور. اللي بيعجب بعقله عقله بيشت، ربنا أيوه. يعافينا. صحيح. وطبعا صحيح. دي بتبقى بداية. صحيح. يعني أنا عايز أقول لكل شاب، أنت مش كل حاجة تعرفها، مش كل حاجة انت عارفها. طب. في حاجات كتيرة مجهولة بالنسبة لك. طب. وسيبقى المجهول بالنسبة لك موضع قلق. لأن سيدنا موسى عليه السلام لما تكلم مع الخضر وقال له أنا عايز أتعلم منك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أيوة. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ وطلع عنده حق. وطلع عنده سيدنا موسى ما صبرش. ليه؟ اللي عنده سؤال عاوز إجابته. أنا عايز أفهم أنت عملت كده ليه؟ قتلت ليه ده؟ ليه ده؟ قتلته ليه؟ وإيه الحكمة وأنا وأنا هعرف منين اللي وراك؟ تماما. لذلك غير الأول لو أنت قلت لي. لذلك إحنا بنقول إيه؟ أنت طول ما أنت ما عندكش علم وما عندكش تبقى يعني مضطرب، وسيبقى عندك لون من عدم اليقين وعدم الاستقرار. لما بتعرف بتهدى، فاعرف وابحث واسأل. لكن اسأل مين واعرف ازاي.
هل انا لو انا رحت مسكت اي كتاب كده وقعدت قراته هل بذلك اصل للمعرفه؟ قد افهم خطا طبعا. قد يكون الكتاب نفسه مش موضع ثقه طبعا. ويشككك اكتر طبعا. قد تكون الاجابات ضعيفه لان اللي كاتب الكتاب مش متخصص صح. ولذلك احنا قلنا في الحلقه الماضيه قلنا بعض اصحاب الافكار اللي هم اخطاوا في افكارهم وقعوا في الخطا ده بسبب ايه؟ انه راح يقرا للغير قبل ان يقرا الذات راح يطلع على افكار الغير وعقائد الغير قبل ان يقرا عقيدته هو ويبحث عن ادلتها هي هو مش واقف على ارض صلبه اصلا علشان يروح يهز نفسه في حته ثانيه بدل يعني راح القى بنفسه في مكان موبوء بالميكروبات والجراثيم صح. فأصابته الجراثيم وهو مش مطعم أنت مش مطعم إيه اللي خليك تدخل في المكان ده الأصل صح. إذن المسألة الشكوك والاطلاع على الشكوك والتشكيكات والكلام ده كله ده كلام المفروض تقرأ الأول عقيدتك تقرأ دينك تعرف منهج ربك سبحانه وتعالى تعرفه من الثقات والعلماء المتخصصين زي حضرتك ما قلتي إن أنا لما حتى بكون مريض بسناني ما بروحش لواحد تخصص عظام مثلا طبعا. تخصص أنا بروح لواحد متخصص في الأسنان طبعا. بروح لواحد متخصص خصص عيون ما بروحش لواحد بطنه طبعا. لان انا مع ان ده طب كله اسمه طب لكن انا بروح عن متخصص في الطب فلما يكون عندي اشكاليه في الاسلام اروح للمتخصصين في هذا الدين اللي هم علماء الامه زي ما قال اللي اثق فيهم زي ما قال الاخ مسيف مهند لما لما قال له ربنا بيقول فاسالوا اهل الذكر مهند ان كنتم لا تعلموا صح. انا لا اعلم دلوقتي الحته دي طب اروح فين اروح للمتخصص فيه اهل صح. الذكر بها فهذا هو السبيل يا شباب ان احنا نقعد مع المشايخ المتقنين ونذهب اليهم ونتعلم منهم والى اخره بهذه الطريقه اظن سننجو من كثير من هذه الاوهام والامراض ربنا يعافينا ويثبتنا يا رب